بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وهذه الرحله الايمانيه مع اسماء الله الحسنى وحلقه جديده من حديث الامام الطيب. فضيلة الامام نستكمل مع فضيلتكم الحلقه الخاصه بالسميع البصير وكنا قد توقفنا عند التاسيس لصفتي السمع والبصر ومنهما ما هو صلوحي قديم وما هو تنجيزي حادث. نستكمل مع فضيلتكم هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه على آله وصحبه وبعد فكما تفضلت نعم كانت الحلقة السابقة مهمة جدا في فهم صفات الله سبحانه وتعالى وكيف أنها قديمة وكثير من الناس يشتبه عليه الأمر يقول كيف أنه قادر ولم يوجد مقدور كيف أنه خالق نعم. في الأزل ولا يوجد مخلوق كيف انه سميع في الازل ولا يوجد مسموع ولا يوجد مسموع لاننا كلنا متفق يعني احنا متفقون على ان الكون بكل صفاته والموجودات كلها مخلوقه وحادثه لا. قبل ان تكون كذلك ما هو دور هذه الصفات الخالق و وسميع وبصير الى اخره قلنا ومثلنا بان يعني حتى على مستوى الانسان سبحان الله ده تقريب No. وتشبيه حتى على مستوى الانسان، الانسان يوصف بصفة من الصفات كامنة نعم no. وتكون صالح حتى السلاح مثلا يعني يدرس لنا شيوخنا يعني يكون الآلة أو البندقية جاهزة ومملوءة no. وجاهزة هي هذا السلاح تستطيع أن تقول أنه قاتل no. ولكن ليس قاتل بالفعل، قاتل بالإمكان بالقوة، يعني no. الآن آه هو صالح لأن يقتل no. حينما فعلا ينطلق فهو قاتل بالفعل. لا. لكن لا تستطيع ان تقول ان هذا السلاح لا يستطيع ان يقتل. لا. يعني لا لا تستطيع ان تنفي عنه صفه القدره على القتل. لانه يمتلك هذه لأن القدره. لانه يمتلك هذه الصفه. حتى وان لم يحدث الفعل في هذه اللحظه. نعم، هو هو يعني الصفه نفسها بيبقى لها اعتبارين. نعم. او بيبقى لها مثلا ممكن نقول يعني هي تكون لها وصفين، وصف بالامكان. نعم. ووصف بالصلاحية وده موجود قبل أن يحدث الفعل ثم لا. هي نفسها القدرة ما القوة موجودة حين يعني يحدث أثرها لا. وتكون أثرها هنا هي ليس الصلاحية وإنما هو التنجيز والفعل يعني القتل لا. بالفعل مش عايز أدخل أنا في مصطلح القوة والفعل والكلام ده مثلا يعني أنا عندي دلوقتي القدرة على أن احرك هذا القلم الساكن نعم لكن هل هذه القدره بالفعل يقولون لا بالقوه اسمها بالقوه يعني عندك القوه على ذلك نعم حينما احركه هذه قدره بالفعل نعم فدائما وده موجود عند الانسان نعم ولله المثل الاعلى الصفات ازلا اللي هي لا بدايه لها نعم هي فعلا صالحه ومستعده نعم لا. لان تعمل حينما تنتقل من مرحلة الاستعداد ده سأميه صلاحية مرحلة صلاحية حينما تنتقل من المرحلة دي حين يوجد أو يعني القدرة والإرادة يأتي الوقت اللي ربنا أراد فيه أن يخرج العالم أو يخرج أي موجود من العدم إلى الوجود بالقدرة حسب الإرادة أو استنادا إلى العلم نعم. فعشان كده صلوحي قديم تنجيزي حادث نعم. كل صفة من هذه الصفات بهذا الشكل ليه قلنا هذا الكلام كلنا نعتقد سامع للمسموعات لا. ومبصر للمبصرات لكن هم خوفا من أن يعني يكون في شبه لا. بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده ونحن المرجودات. مأمورون ليس كمثله شيء لا. وهو السميع البصير قالوا خلاص احنا نفسر سميع بمعنى عالم وعالم دي ما فيهاش شبه وهم قالوا يعني كيف يعني يسمع المسموعات الاعتراض السائد نعم. والمسموعات غير غير موجوده غير موجوده فاذا صفه السمع عندهم بمعنى انه سامع يعني ما تلحقش الموضوع ده ايه نعم. اللي يلحقهم؟ يقول لك انه عالم بان في هذا الوقت الفلاني كذا سيكون هناك كذا وسيكون له صوت ويسمع الى العلم لان احنا نعرف صفه العلم باوسع الصفات لانها حتى تتعلق حتى بالمعلومات نعم. فاذا هم يردون على من قال إن العلم إن صفة السمع والبصر هي هي تنتمي إلى العلم أو هي الإدراك بمعنى العلم. لا. قالوا لهم لا السمع هو السمع. تخافوا مننا أو تخافوا من هذا التفسير لو قلنا لكم إنه يسمع بأذن لا. أو إنه يسمع بقانون الصوت وتموج الأصوات أو إنه يبصر بحدقة. أو بوجود الضوء أو بأي أو وجود الضوء أو أبي الحسن نعم. فعلاً حيكون هنا شبه بالمخلوقات، لكن إنه يسمع بلا جارحة، يعني بلا عضو نعم الأذن وبلا عضو ويبصر بلا عضو العين. ده ما فيش شبه لنا لا يوجد صفة العلم دي لازم نعرفها، صفة العلم نعم شغلتها إيه؟ إحنا قلنا صفة القدرة لها شغلة، أنها نعم. تخرج يعني الله يخرج الموجودات من العدم بصفه القدره. نعم. والله يخصص الموجودات هذا بكذا هذا بكذا يخصص بوقت بلون بطول بزكاه بكذا بشيء دون شيء بصفه الاراده. نعم. لا. لان الاراده هي صفه الاختيار. يعني الاختيار بين شيئين. نعم. نجي للعلم. العلم شغلتها ايه؟ العلم دي صفه انكشاف. نعم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى منكشف له كل شيء من الأزل نعم. وإلى الأبد كل شيء على ما هو عليه أنا. وقبل أن يوجد إذا نحن كما كموجودات أو كمقدورات أو كمرادات لله سبحانه وتعالى منكشفين نحن صور في العلم الإلهي نعم. صور لسنا لسنا يعني زوات. ولكن لان احنا عدم مش ممكن يبقى ذات في عدم ده مستحيل لا. لان ذات معناها موجود ما تقدرش تصفه بانه في يعني متصف بالعدم ده تناقض جمعا للنقيضين ودائما خد لبالك المسلمة الوحيدة في الكون كله عند الملحد وغير الملحد حتى قالوا انها عند الحيوانات هو استحالة اجتماع النقيضين لا يمكن لا. تجمع بين النقيضين لان النقيضين معناها ايه معناها تقابل بين سلب وايجاب لا. يعني كأنك تقول قلم لا قلم مش ممكن يجتمع. يستحيل مستحيل. يستحيل التعريف يستحيل مهما كان العقل الا اذا جن الانسان فاذا يعني صفه العلم هي صفه انكشاف تنكشف بها المعلومات ومعنى الانكشاف ناس كثير يفهموا انه ما طب عالم هكذا يبقى انا لما اجي واخرج من العدم الى الوجود ساخرج وفقا الله تعالى ولما اجي افعل المعاصي طبعا وتخرج هذه المعاصي نعم. من العدم الى الوجود معنى ذلك ان انا باعمل وفق العلم الالهي انا آه نعم تعمل وفق العلم الالهي فضيله الامام وهذه النقطه ايضا مدخل للملحدين انهم يقولون ان الانسان مسير وليس مخير طالما آه انها ان الله سبحانه وتعالى يعلم افعالي فهو قدرها نعم هذا هو الخلط العلم صفه العلم ليست صفه تاثير No. الكلام ده لو انه هو يعني العلم هو الذي يجعلك هكذا ولكن العلم هو الذي كشف طبيعتك هكذا نعم no. ولذلك تجد ايات كثيره في القران الكريم ولو علم الله فيهم خير ولو علم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم يبقى بطبيعته ده حتى ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يبقى ده نظامه كده سمع مش هي مش هيتبع لا. ما سمعش مش هيتبع فاذا العلم يكشف هذا ان هذا هو هكذا لا, لا يصلح فيه يعني نداء ولا يصلح فيه فاذا صفه العلم صفه انكشاف وليست صفه تاثير واذا لا يصح الاحتجاج بها ابدا صفه القدره والاراده تعمل وفق العلم اللي هو مكشوف لي الناس فالله سبحانه ولذلك لا يظلم ربك أحدا فعلا لا. وما ربك بظلام من العبيد يكتب عليه ما كان سيفعله لو لم يكتب عليه أي شيء هو بقدم علمه يعلم إذا خيرت أنا بين أمرين ووضعه إيه, وضعه إيه ونظامه إيه وأن هل سيستجيب للشيطان أو سيستجيب للرحمن لا. ده كله مكشوف لي فيكتب عليه ما يكتبه ثم يعفو ثم يغفر طبعا دي حاجات يعني في يعني الصفات الاخرى تعمل الرحيم الرحمن العفو الغفور اللطيف الى اخره الذين قالوا ان الله سميع بمعنى سامع بلا جارحه ومبصر بلا جارحه وبين الذين قالوا انه سامع بمعنى انه عالم بالمسموعات ومبصر قالوا لهم صفه العلم صفه قديمه ومتعلقه ما اقدرش اقول فيها صلوحي قديم وتنجيزي حادث ينفعش من الاول صلوحي من الازل من الازل صالوحي وعلى طول ولا تتغير وما لهاش تنجيزي يعني ما وقت آه تتعلق به فتنتقل من القوة الى الفعل لا دي شغالة ولا تتغير ولا تتغير منذ الازل ونحن قلنا في صفة تعليم انه يعني علم واحد علم لا يتعدد بتعدد المعلومات لا يتغير بتغير المعلومات قلنا هذا الكلام نعم اليوم نقول انهم ارادوا ان يفرقوا بين صفه العلم وصفه السمع والبصر نعم. قالوا المسموعات لم تحدث والمبصرات لم تحدث نعم. فلا تستطيع ان تقول السمع يتعلق بها تستطيع ان تقول العلم يتعلق بها ماشي لكن احنا ورد سميع بصير السمع والبصر نعم. هل حتخليه في الازل يعني صفه فعل شغاله ولسه كيف عشان مشتبكه مع مين والفعل لم يحدث والفعل يعني لم يحدث زي ما قلنا القدره قاعده كامنه او يعني هي مستعده الى ان يحدث المقدور تشتبك معه صفه السمع هتقول عليها ايه ما تقدرش تقول عليها انها زي العلم شغاله على طول يلزمك ان تقول انها زي القدره هي موجوده وصالحه حين يحدث المسموع تتعلق به وحين يحدث المبصر تتعلق صفة البصر تتعلق به يتساءل بعض المشاهدين في تعريف صفة العلم القديم وأنها صفة انكشاف فلماذا نقول بأن الدعاء يغير القدر وهل يتعارض هذا مع صفة الانكشاف أم لا طالما أن القدر معلوم ومنكشف لله سبحانه وتعالى منذ القدم الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأمر ماشي وسيحدث وأن فلانا سيدعو من الأزل أن فلانا سيدعو وأن دعاءه إما أنه سيقبل نعم. فيتغير هذا الأمر بسبب الدعاء، كل هذا منكشف قبل أن نعم. يدعو وقبل أن يخلق هذا الشخص قبل وقبل أن, أن, أن يخلق نفس الإنسان نفسه نعم أو أنه لن يقبل ويستمر في الـ في الـ نعم. فهذا منكشف لله سبحانه وتعالى، الدعاء منكشف تأثير نعم. الدعاء منكشف تغير الـ 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 الأمر بحسب الدعاء سيتغير او لا يتغير لا او كما يقول الحديث يتعالجان الى يوم القيامه يعني القضاء ينزل والدعاء يرده ويتعالجان كل هذا منكشف لله سبحانه وتعالى لا, لا, لا جديد في علم الله طبعا الاعتراض اعتراض واهي جدا هذا الكلام يعني ممكن ينطبق لو قلنا ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الامر الا بعد حدوثه No. لكن هو يعلم الامور قبل حدوثها no. وحين حدوثها وماذا ستكون عليه بعد حدوثها no. وورد فعلا ان الدعاء يعني لا يرد القضاء الا الدعاء ده دو ورد يعني no. ولذلك مطلوب من الانسان ان يتسلح بالدعاء وبالتجاد حتى ان الله يحب من عبده ان يلح في الدعاء وده طبعا يعني الاسماء الحسنى فادعوه بها نعم no. وده يمكن اللي بعثنا يعني او كان احد اسباب ان نعرض هذا الموضوع no. في هذا الشهر الكريم ونحن نستعرض أسمائه سبحانه وتعالى السميع البصير الرزاق الوهاب وغيرها ما نعم. خطورة الوقوع في خطأ التشبيه أو التصور ونحن نتناول هذه الأسماء يتبادر إلى أذهان البعض شكل معين أو صورة معينة لهذه الصفة لا أريد أن أفيد في هذا الموضوع كل شوية بندفع ثمنها وربما يكون ثمنها دماء أيضا نعم. وهي المعركة بين السلفية المتشددة وبين أهل السنة والجماعة وباقي أهل السنة والجماعة ويعني من حسن الحظ أن هؤلاء الذين يعني يقولون إذا ورد في القرآن الكريم آه والله يعني فاصبر فإنك بأعيننا يبقى ربنا لعيون عيون لأننا أفهم من من اللفظ هكذا ثم بعد ذلك يقولون آه لكن ليست كأعيننا والله يعني يكون لي عين واسعه كثير كبيره ولا يكون انا مش يعني المهم انك انت اثبت له العين او مثلا صفه اليد وردت في القران نعم الكريم مع انها مش صفه هي يعني خبر عن الله سبحانه وتعالى نعم يسمونها الصفات الخبريه حتى في الحديث مثلا ان جهنم لا تكف مثلا نعم عن استقبال المذنبين حتى يضع الجبار فيها قدمه نعم فيقولون لله قدم أيضا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب هل مسافر إلى آخر الحديث أقول نعم إنه ينزل السلف الحقيقي نعم الإمام مالك رضي الله عنه الإمام أحمد بن حنبل نعم اللي هو يعني زعيم مدرسة السلف رضي الله عنه وأرضاه نعم هؤلاء قالوا هذا الكلام نمره كما جاء يعني نعم أقول نعم ربنا قال فاصبر فإنك بأعيننا ولكن لا أفهم معنى هذه الكلمة نعم أتركها أتركها أمروها حتى لهم حاجة أمروها كما جاءت لا. يعني اقرأها أو كما يقولون تفسيرها تلاوتها فقط لا. لأن فعلا الدخول فيها مشكل والدخول فيها يا إما هتفهمها على أنها إما أن تأخذ ظاهر النص تاخذ ظاهر النصر وتقول في عينه وكذا حتصطدم كده وشك هيجي في الحيط اللي هو مكتوب فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو ظواهر لو نفذت الظاهر هنا اصطدمت بالايه الاخرى نعم ولذلك الفريق اللي جاء بعد ذلك اللي بسمونه الخلف هو الذي استطاع أن قال نؤول هذه الألفاظ بما يتفق مع ليس كمثله شيء يعني تعمل إيه يقول يعني ال ال اليد بمعنى القدرة نعم. ووردت في لغة العرب بمعنى القدرة نعم. يقول مثلا وما لي بالحمل الثقيل يداني يعني يدين لا مالي بالحمل الثقيل قوة على حمله نعم. أو استطاع على حمله فإذا يعني لما رب سبحانه وتعالى يصف نفسه بالقدرة والعرب يفهمون من معاني اليد أنها القدرة إذا أنا أؤولها بقدرة وبالتالي أتصالح نعم. مع الآية وهكذا في العين مثلا هي العنايه والرعايه. نعم. ويؤولون كل ما ورد في القران الكريم وفي الاحاديث من اوصاف خبريه يفهم من ظاهرها الشبه ويعني التشابه مع المخلوق يصرفونه عن ظاهره. نعم. بتاويل ويقولون هو التعبير هنا هو مجاز وانما هو حقيقه المطلوب هو ما يتفق مع هذا المعنى. المشكله جايه من فين؟ جاية من أن أخواننا السلفيين قديم أنه حديثا ينكرون المجاز في القرآن مع أن ده موجود في اللغة وأصل في اللغة لكن لأنهم عارفين مثلا وحتى احتجوا عليهم إيه رأيكم في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها نعم في طب حد يقدر يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية نعم أهل القرية إذا هنا في مجاز يعني هو استعمل قرية نعم إحنا بنتجوز والقريه هي ابنيه وارض وابنية يعني حتروح تسال البيوت والحيطان والزرع ده, ده, ده المفهوم من القريه. نعم مفهوم من القريه ناس وحيطان وبيوت وزرع ولا وحيوانات وكذا. نعم المقصود اسال اهل القريه. فهنا حذف حتى يسمونه مجاز، وقد يكون المجاز بالحذف. نعم لأن المجاز له انواع اخرى كثيره جدا. الله سبحانه وتعالى ان قال واسال القريه. نعم في ايه اخرى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض يريد ان ينقض بمعنى الجدار هنا كانك انت لو خدت الايه بظاهرها دون زي ما هم بياخذوا عين بظاهرها يقولوا لي عين خذ الايه دي كمان ان الجدار ده له عقل له تفكير له اراده ويريد نعم. ان يقع نعم انني أثبتت الإرادة اثبت الاراده للجمال اثبت الاراده للجمال هنا محتم المجاز يقول لك ابدا نعم. هنا هذا التعبير تعبير مجازي ودي اللغه العربيه فطبعا احنا يعني مش عايزين ندخل في الموضوع ده لكن بشكل عام يعني وقد نتناول الموضوع ده في الحلقه القادمه نعم. حذاري ان يعتقد او يتخيل او يتصور المسلم ان الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه في اي صفه او نعم. في اي فعل او يعتمد على الجوارح او 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 الى شكرا فضيله الامام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله